بدي الساندويشة جوعانة. وأنا كمان يا ماما بدي الساندويشة. على راسي يا ماما، بس شايفيني أنا مشغولة وما عم لحق. ما عاد صرتوا صغار، الأكل موجود بالمطبخ، روحوا قوموا لفوا الساندويشة اللي بدكم إياها. بس يا ماما نحن ما تعودنا على هيك، يلا ماما بليز جوعانة. ما علي يا أمي، ما الساندويشة من تحت إيديك أطيب. والله يا ماما بعرف، وأنا بخدمكم بنور عيوني، بس أنتوا لازم تعتمدوا شوي على حالكم وتتحملوا شي من المسؤولية، ما بصير هيك. زينب ماما قومي كملي عني الجاي، عندي كتير شغل بدي روح اكل كتير. قومي يلا يا شاطرة قومي ساعديني. هي ماما سامحيني الا الجلي، بتعرفي انه عندي حساسية من الصابون، فيني اعمل اللي بدك اياه بس الجلي. معقولة يا زينب هيدا جوابك؟ على كل حال بدي اعرف لما ما كنت موجودة حدك شي يوم شو رح تعملي؟ ماما ما تزعلي، هلأ بجلي هلأ بجلي. هالحكي صرنا سمعينه كتير. يا حسين شو هالفوضى؟ معقولة منك؟ هيك علمتك أنا؟ معقول؟ لك بعدني مرتبة الغرفة، كيف هيك ما حدا فيكم بحس فيي؟ إذا مش أختك أنت، إذا مش أنت أختك، والله ما عاش فيي يا. يا ماما روقي شوي، ما تزعلي هلأ برتب الغرفة. كل مرة بتقول رح ترتبها وما بترتب شيء. لا هلأ عن جد رح رتبها يا ماما. بابا طمنا على ماما شو صار؟ ان شاء الله صارت بخير. ما تخاف، والماما تعبانه شويه ورح تضلها بالمستشفى كم يوم. طب بابا شو صار معها؟ ليش تعبت فجأة؟ ليش تعبت فجأة؟ الحقوني. حسين انت قلت لي ماما ليش صار معها هيك؟ الدكتور قال ماما صار معها هيك من التعب والارهاب. وانتو يا بيي اسمعوني مني، وهيدا الحكي حكيتكن اياه من زمان وهلأ رح شدد عليه. حسين انت ما عاد صرت صغير، زينب انت ما كمان ما عاد صرت زينب الصغيرة، صرت صبية، وحسين انت صرت شاب، ولازم تتحملوا نوع من المسؤولية بمساعدتكن لأمكن. الماما ما فيها تقوم بكل شغل البيت وانتو قاعدين عم تتطلعوا فيها. انا لاحظت هالموضوع ونبهتكن وقلتلكن يوم من الايام ماما رح تتعب، فانتو يا بي لازم تخففوا ضغط الشغل عليها. انت يا زينب لما تشوفي امك عم تغسل الصحون وعم تجلي الصحون مش ضروري بس تطلعي فيها، قومي اجلي. وانت يا حسين لما تشوف امك تعبانه وعم بتضبط الغرفه وتارك ثيابك بالارض، لا اعمل، قوم اوقف ساعدها. يا ما الماما تعبت عليكم، يا ما سهرت الليالي، فمن واجبكم توقفوا حدها. شو عم تعملي؟ رايحة انشر الغسيل. لا عنك عنك ماما، روح ارتاحي، انت تعبت كتير، انا بنشر الغسيل. الله يرد عليك.